نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وجدول الترتيب اليوم السبت 13 مارس 2021. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. نقدم لكم اليوم نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وجدول ترتيب الفرق حيث أقيمت اليوم 4 مباريات بالجولة 28 وجاءت نتائجها كالتالي: المباراة الأولى تشيلسي وليدز يونايتد انتهت بالتعادل السلبي 0-0. المباراة الثانية كريستال بالاس وويست بروميتش ألبيون انتهت بفوز كريستال بالاس 1-0. المباراة الثالثة إيفرتون وبرنلي انتهت بفوز برنلي 2-1. المباراة الرابعة مانشستر سيتي وفولهام انتهت بفوز مانشستر سيتي 3-0. وجاء جدول الترتيب بعد هذه النتائج كالتالي: المركز الأول بالصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 71 نقطة. المركز الثاني مانشستر يونايتد برصيد 54 نقطة. المركز الثالث ليستر سيتي برصيد 53 نقطة. الرابع تشيلسي برصيد 51 نقطة. الخامس ويستهام يونايتد برصيد 48 نقطة. السادس إيفرتون برصيد 46 نقطة. السابع توتنهام برصيد 45 نقطة. الثامن ليفربول برصيد 43 نقطة. التاسع أستون فيلا برصيد 41 نقطة. العاشر أرسنال برصيد 38 نقطة. الحادي عشر كريستال بالاس برصيد 37 نقطة. الثاني عشر ليدز يونايتد برصيد 36 نقطة. الثالث عشر وولفرهامبتون برصيد 35 نقطة. الرابع عشر ساوثهامبتون برصيد 33 نقطة. الخامس عشر بيرنلي برصيد 33 نقطة. السادس عشر نيوكاسل يونايتد برصيد 28 نقطة. السابع عشر برايتون برصيد 26 نقطة. الثامن عشر فولهام برصيد 26 نقطة. التاسع عشر ويست بروميتش برصيد 18 نقطة. العشرين والأخير شيفيلد يونايتد برصيد 14 نقطة. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.